السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله منكم في هذه اللحظات، الوقت ضيق، ولكن سأضع لكم شرحا لمسألة مهمة يكثر عند الطلاب السؤال عنها، وهي الوصل مع الياء المتأخرة، وصل الأحرف مع الياء المتأخرة الذي هو هذا الشكل. هذا الجزء كثير من الكلام فيه وكثير من الأساليب فيه، ولكن سأضع لكم مختصرا بسيطا لهذا الموضوع، ألخصه في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذا الجزء من الياء له ثلاثة أنواع من الاشتقاقات. الاشتقاق الأول من حركة الهاء، كتبنا باها هذا شكل الباء مع الهاء بهذا الشكل، ولو كتبنا باء كاف هذا شكل الباء مع الكاف. ولو كتبنا باء ألف هذا شكل الباء على الألف. فحركة الياء تابعة لهذه الحركات. في المثال الأول هذا الجزء هو الجزء التابع أو الجزء الذي نخرج منه إلى حركة الياء، مثلا باء ياء بهذا الشكل، هذا الشكل، ثم هذا الشكل بهذا الشكل، ثم من هنا نأتي بالحركة هذه، ثم بحركة الياء، وهذه تجدون شوقي رحمه الله اشتغل على هذا الأسلوب. وهناك أسلوب آخر وهو الانتقال من حركة الباء وكأننا نريد أن نذهب إلى حركة ماذا؟ الكاف هذا الشكل، وليس بهذا الشكل إلى الأعلى، هذه فيها اليونة بهذا الشكل، ثم ننتقل بعد هذا إلى حركة الياء. والحركة الثالثة وهي مع الألف، وكأننا نريد أن نذهب إلى ألف حتى نصل هنا، ثم ننتقل إلى حركة الياء بهذا الشكل. إذا لدينا ثلاثة أنواع من الوصل مع حركة الياء، إما من هاء، وإما من كاف الصعود إلى الكاف، وإما من الصعود إلى الألف. الصعود إلى الهاء مع الكاف هنا يوجد تشابه، ولكن هنا يوجد فرق. هنا بهذا الشكل، ثم حركة مستقيمة بهذا الشكل، ثم نعمل الحركة الثانية، واضح؟ بهذا الشكل. ثم ننتقل إلى الياء. هنا هي نفس الحركة ذاهبة إلى الكاف، ولكن بها ليونة وليست مثل هذه، هنا بها ليونة، ثم نرجع إلى حركة الياء. ثم الحركة الثالثة وهي صعود واضح، ثم الانتقال بعد هذا إلى حركة الياء بهذا الشكل. فأحببت شرحها حتى تفهمونها بشكل جيد، ومن أين أتى اشتقاق الاختلاف الموجود في الوصل مع حركة الياء. فأنتم مخيرون في ماذا تستخدمون من هذا من هذه الأشكال التي ترونها. لو كتبنا مثلا كلمة عني
رأيتم هذه الحركة الأولى؟ بهذا الشكل، هذا على الفهم الأول. ثم الليونة هنا، ثم الحركة الثالثة، هكذا كأننا نصعد إلى الألف، ثم بهذا الشكل. فهذا مختصر حركة الياء وكيفية الاتصال بها. ودمتم بخير.